السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم إلياس مفتاح من محترفي الحماية. إن شاء الله في هذه الحلقة سأتطرق إلى موقع يمكن من حصول على أرباح مالية وتحويل هذه الأموال إلى حسابك على الباي بال. نجد مواقع كثيرة في الإنترنت تقترح هذا الربح عن طريق الإنترنت، لكن العديد منها هي مواقع احتيالية ويجب أن نحترس من هذه المواقع. سأحاول أن أقترح عليكم مواقع أخرى في حلقات قادمة. إذا هذا الموقع هو يمكن في الحقيقة من تحويل رصيدك على الهاتف إلى نقود يمكنك تحويلها إلى الباي بال. اسم الموقع هو Rembourser votre forfait، وكما نلاحظ أن للأسف لا يستطيع جميع الدول الاستفادة من هذا الموقع 100%، بمعنى أن هناك بعض الدول التي لا يمكنها استفادة من العرض الأساسي أو الرئيسي لهذا الموقع، وهو تحويل الرصيد إلى أموال. من بين الدول التي يمكنها الاستفادة فرنسا، بلجيكا، لا سويس، كندا، الألمان، الإسبان، ما عدا كل هذه الدول التي تجدونها في هذه اللائحة ما عدا المغرب وأمريكا للأسف. لكن هذا لا يعني أننا لن نستفيد من هذا الموقع. فالطريقة التي سأقترحها لكم هي الريفيرال، والتي بمعنى سنقوم بدعوة أشخاص يقطنون في هذه الدول. مثلا سأقوم بدعوة أشخاص يقطنون في فرنسا، في بلجيكا، في كندا، وكل تحويل يقومون به سنستفيد نحن بدورنا. إذا بمعنى سأقوم بالذهاب إلى انفيتي ميزامي وسأحصل على رابط. هذا الرابط سأعطيه لأشخاص يقطنون في فرنسا، فكل تسجيل يقوم به هذا الشخص عن طريق رابطك ويقوم باستخدام الموقع في تحويل رصيده إلى أموال، سنستفيد نحن منه كذلك بنسبة مئوية. كما تلاحظون أنا لدي 0.60 أورو، وهذا ناتج عن تحويل لصديق قام بالاشتراك في الموقع عن طريق رابطي، وبالتالي بعد ذلك قام بتحويل رصيده وحصلت على 0.60 أورو. كذلك كان هناك شخص كنت قد استفدت من 1.45 أورو، وقمت بتحويل الرصيد الذي حصلت عليه إلى حسابي على الباي بال، وبالفعل توصلت بالرصيد. إذا سنرى إحدى طرق تحويل الرصيد. مثلا سأذهب إلى فرنسا. من الطرق تحويل الرصيد هناك الميني أبل، أي ستقوم باختيار الميني أبل هنا وستطلب فاليدي لا سيليكسيون ليعطينك رقم ستقوم بالاتصال به. عند الاتصال بهذا الرقم سيعطونك كود أو رمز، هذا الرمز تقوم بإدخاله هنا. وعلى كل votre forfait 0.30 سكون، على كل مكالمة سيأخذون 0.56 أورو وسيعطونك 0.28 أورو. إذا يجب أن يستفيدهم كذلك، فيأخذون نسبة معينة من المكالمة. هناك مجموعة من العروض التي يمكنك الاستفادة منها بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون في فرنسا ويريدون الاستفادة من هذا الموقع. إذا هناك مجموعة من العروض، وأنصحهم أن يقوموا بأبل ميني أبل أو أبل غابيد، هي التي فيها نسبة كبيرة من الربح، وأن يتفادوا العروض التي فيها SMS مثل هذه، فالربح قليل، يأخذون 2 أورو ويعطونك 90، فليس هناك ربح كبير. إذا الآن سنمر إلى التسجيل بالموقع. الآن سنمر إلى التسجيل بالموقع. إذا للتسجيل في الموقع الطريقة سهلة، هناك رابطان
يمكنك التسجيل تحت رابطي، وبالتالي سأكون الريفيرال الخاص بك. إذا gm://g.mp/rvforfait بمعنى رمبورسي فوتر فورفي. ثم نذهب إلى انسكريفيفو ونقوم بملء الاستمارة. إذا مثلا مفتاح إلياس، وهنا ندخل الباسورد ونعيد إدخال الباسورد، ثم نختار الإيميل خاص بنا، ونختار الدولة بالنسبة للمغرب، ثم أكسبتي لي كونديسيون جينيرال ديتيليزاسيون، وندخل كود الكابتشا في الإطار VLO، وبعد ذلك ننقر على فاليدي مون انسكريبسيون. إذا أنا قمت بالتسجيل مسبقا، لن أعيد التسجيل. بعد ذلك سنتوصل برسالة في البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب. سأقوم الآن بتحويل الرصيد الذي حصلت عليه إلى حسابي في الباي بال حتى نرى الطريقة. إذا لدي 0.60 أورو. أذهب إلى رانفيرسي مون سولد هنا، ثم أختار الباي بال وأنقر على فاليدي لا سيليكسيون. أختار الإيميل الذي الخاص بالباي بال، ثم أنقر على فاليدي. وهنا سأقوم بتحويل الرصيد إلى حسابي في الباي بال. أقوم بإدخال الرمز السري للدخول على حسابي في الباي بال. إذا نصيحة لربح المال، قوموا بنشر رابطكم على شات مختلفة، مثلا سكاي روك أو تشات، الشاطئ التي يتواجد بها أشخاص أجانب كثيرين. إذا كما ترون هنا توصلت بالرصيد، و اليوم هو 17 من أفريل، كما ترون توصلت بالتحويل. إذا أخذوا من 60 أورو 0.60 أورو، أخذوا 0.01، وبالتالي حصلت على 0.29 أورو. إذا رصيدي في الباي بال هو 2.00 دولار، فقير جدا. وبالتالي هكذا نستطيع الحصول على رصيد أو حساب أموال في حسابنا على الباي بال. سأقترح عليكم مواقع أخرى جديدة إن شاء الله. أتمنى أن هذا الشرح قد راق لكم. لا تنسوا أن تشاركونا باقتراحاتكم وآرائكم وتساؤلاتكم. إذا لا تنسوا، قوموا بالتسجيل تحت رابطي كشكر لقيامي بهذا الشرح وهذا المجهود. شكرا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معكم إلياس مفتاح.